ايتما ايتما ازول في اللون. صباح الخير لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبيغ تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، نهار جديد. اليوم البنات غنبارطاجي معكم نهاري كيف داز. في بزاف ديال الحوايج غادي نخرجكم معايا وغادي نشارككم باقي التحضيرات ديال سيدنا رمضان. المهم البنات، انا اول حاجه غادي نفطر. المهم الحسوه اللي كنبارطاجيها معكم دائما، ماشي مره ماشي جوج، هكا الحسوه ديال الشعير، فيها شويه ديال الاعشاب المنسمه، فيها شويه ديال النافع، شويه ديال الزعتر، فيها شويه ديال الحلبه والسانوج، فيها هكا زريعه الكتان. المهم كاع العشوب اللي كيكونوا عندي كنستعملهم. كيف كتقدروا انكم تشريوها؟ راه كتكون واجده، يعني كتكون الميلونج ما بين الذره وحربر ديال القمح وحربر ديال الشعير، وكيكونوا فيها زريعه الكتان، السانوج، النافع، فيها بزاف ديال الاعشاب. صراحه صحيه بزاف وكتجي بنينه. المهم البنات، من بعد ما فطرنا وجدتها كغديوه سهله بسيطه، ما كتاخذش الوقت لان غادي نخرجوا واكيد غادي نديكم معايا. المهم وجدت شويه ديال الحوت، سلاده مغربيه عاديه، وهنا عصير الليمون اللي درنا ليه شويه الحركات بالقرفه، وصافي البنات غادي نتغداو ومن بعد غادي نخرجوا. ما تمشيو فين. من بعد ما تغدينا طرقت حياتي ومشينا للديكاتلون كتبغى تاخد لي باسكيت لولدها، وصراحه ما لقيناش هذوك داك النوع ديال لي باسكيت اللي بغات، ما لقاتوش، وفي نفس الوقت ما كانوش لي برومو ولا ما كانش السولد نهائيا. داكشي علاش ما صورتش لكم هاد لي ماغازان كامله، سواء يعني هنا في كيابي دي فاكتو. بالنسبه لي برومو ولا لي سولد ما كانش شي حاجه سبيسيال، جبت لكم غير دويره خفيفه لان ما بانش ليا بانه كاينين لي سولد، يعني كاينين الاثمنه اللي هما العاديين. وبالنسبه لهاد لي ماغازا اللي هنا في ادرار، يعني سواء دي فاكتو ولا كيابي ال سي واي كيكي، المهم كاع هاد لي ماغازان كامله شكيتهم اللي كاين هنا في ادرار، ولكن كما قلت لكم ما كاينش لي سولد. بالنسبه للكسيوه كاينه دومي سيزون، عارفين باللي اكادير على طول العام صيفين، فبداو كيدخلوا صراحه حتى السلعه هكا ولا الكسيوات ديال، يعني ملي كنقول الكسيوات يعني الحوايج كاملين، سواء هكا ديال الدراري الصغار، ديال العيالات، ديال الرجال. المهم بداو كيدخلوا هكا ديال الصيف. غادي نجيب لكم دويره هكا خفيفه، ومن بعد عاد غادي نتلاقاو البنات في الدار باش نكمل معكم نهاري، وغادي نبارطاجي معكم فين وصلت في التحضيرات. وبالنسبه لواحد الريستو هنا في كارفور البنات، غادي نخليه لكم مفاجاه قبل رمضان ان شاء الله، غادي نبارطاجيه معكم، غادي نديكم ليه، غادي تكتشفوا الاكل في هذا الريستو شي حاجه مختلفه، شي حاجه متنوعه، خصوصا الناس اللي كيعجبهم ما كاين شي حاجه اللي هي مختلفه على الاكل المغربي. المهم البنات اكيد اكيد غادي نديكم معايا قبل رمضان، هذا وعد. فبالنسبه البنات انا غادي نخليكم هكا دويره خفيفه ومن بعد نتلاقاو. وعلى الشليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط الظلام، مسافر بلا قنديل، نعفر في ليام طريقي مليه رسام، يا ويلي ويلي يا ويلي. بالنسبه للتحضيرات ديال رمضان، فانا كنوجد على تيسع، كل مره كنوجد شي حاجه كنحس براسي هكا ما مضغوطاش، وكتجيني الخدمه صراحه سهله. كل مره كنقاد شي حاجه وكنكونجليها. بالنسبه لطبيعه الحال ما كنكونجليش كل شيء، يعني غير عندي الحويجات اللي كنستعملهم في الحشوات، يعني بحال لاداند ولا بحال الكفته، الدجاج، الفلافل اللي بارطاجيت معكم، دوك الحويجات اللي كياخذوا لنا الوقت ملي كنبغيو نقادوا الحشوات، يعني نفس الحاجه كتعاود
اولا هكا لي صوص، سواء هكا صوص طوماط ديال اللي كتعلق بالحريره ولي باتو هذا، اولا هذه اللي ديال البيتزا اللي كتكون من السما اللي كنقدروا نستعملوها حتى هي في بزاف ديال الحوايج. فهنا بالنسبه للصوص طوماط غادي نديرها هكا في لي بلاستيك من بعد ما بردات وغادي ندخلها للفريكو حتى هي بارطاجيتها معكم بزاف ديال المرات. بالنسبه لهاد الفلتر هذا، سولتني واحد السيده في لا فيديو اللي قبل بغات تشريه ومتردده ما عرفاتش واش بصح نيت زوين او لا، فنصيحه مني خديه زوين صراحه. هذا جابوا لي عماد من بيغناش، واعر بزاف يعني عنده طريقه ديالو هكا، عمليه سهل كديري فيه الماء وكيصفي الماء دغيا، والماء ديالو حلو زوين يعني ما تحتاجي لا تشري الماء لا تركبيه في الروبين لا حتى شي حاجه، عمريه وفيه هذاك الفلتر اللي كيصفي صراحه زوين، وكياخد تلت لتيتر يمكن او اكثر ديال الماء يعني زوين بزاف. غير خديه فيه الوان صراحه زوين بزاف، بالنسبه لي انا نفعني وعملي. بالنسبه للسيده اللي سولتني على الفطر من بعد ما بارطاجيت معكم لا فيديو اللي فيها كيفاش نحتفظوا بالطريقه ديال الفلفله، وبزاف اللي كانوا جربوا هذاك العام وصدقت معاهم من بعد ما كانت الفلفله يعني كتهرى لهم في الفريغو. فبالنسبه للفطر او لي شامبينيون، قالت لي الطريقه باش تحتفظ بهم، غادي نعطيك جوج طرق وانت اختاري فيهم الطريقه اللي كتناسبك. اول حاجه بالنسبه للطريقه الاولى، كتاخدي هذاك الفطر ولا لي شامبينيون كتحيدي ليه غير ديك القشره الرقيقه وكتحيدي ليه ديك البلاصه اللي فيها التراب. من بعد بالنسبه للفطر البنات راه ما كيتغسلش، الا غسلتيه بحال كيتكمش يعني كيتقلص الحجم ديالو، فكتمسحي غير هكا مزيان وكتحيدي ليه ديك القشره كافي. كتقطعي هكا دي ترونش هكا طوال ولا كتخليه صاين كيما بغيتي. كتاخدي هكا الماء وتديري هكا كيغلى مده تقريبا واحد 3 دقائق، ما كنغليوش بزاف يعني ما خصوش يطيب، فكنديروا في هذاك الماء شويه ديال عصير د الحامض باش هكا كنحافظوا على اللون ديالو، كيبقى واخا كيكون كونجلي كيبقى الطريقه ديالو بحال يعني راه باقي جديد. من بعد ما كيتسلق ديك 3 دقائق با بلوس كنحيدوه، كنهزوه كنديروه في واحد البول هكا اللي كيكون فيه الماء بارد وفيه لي غلاسون يعني الماء يكون بيان غلاسي، كتخليه هكا باش ما كيبقاش يكمل داك الاستواء ولا داك الطيب ديالو، ما يطيبش يعني حتى يوصل ديك المرحله ديال الطياب. كتحيدي ومن بعد كتحتفظي به في شي هكا بول ولا شي قريعه وكتسديها، غير ما كتدكسيش بزاف ما كتعمريش، كتخلي واحد شويه ديال الهواء كتسديها وكتحتفظي به في الفريكو كتستعملي وقت ما بغيتي. الطريقه الثانيه بحال الشكل ديال هذاك اللي كنشريو، فكتاخدي هذاك الفطر نفس الطريقه كتنقيه وتحيدي لي ديك القشره ديال الفوقاني وتمسحيه، كتقطعيه من بعد كتاخدي الماء كديري فيهم الخل، واحد شويه ديال الخل واحد جوج معالق ديال الخل، كتنزلي فيه هذاك الفطر من بعد ما كيغلى داك الماء كتحسبوا لواحد 3 دقائق كافيه. كتاخدي واحد الصفايه يعني واحد المغرفه اللي فيها الصفايه، من بعد ما كتكوني هذوك القريعات فاش غتحطيه كتعقميهم بطريقه سهله، كتاخديهم كتغسليهم مزيان بالماء يكون سخون، وكتاخدي دوك القريعات كتقلبيهم هكا فوق شي توب كتخليهم يعني ينشفوا بلا ما تمسحيهم بطريقه طبيعيه يعني خليهم حتى كينشفوا. كتاخدي هذاك الفطر كديريه في دوك القريعات وكتاخدي داك الماء فاش طاب يعني فاش كان الخل كتكبيه فوقه حتى كيتغطى هذاك الفطر كامل، وكتاخدي واحد المعلقه صغيره ديال الملح كديريها كامل الفوق، وكتاخدي واحد طرشون ولا واحد التوب كديري فيه شويه ديال الخل كتمسحي به الجناب ديال ديك القريعه كامله، وكتاخدي الغطاء حتى هو من الداخل كتمسحيه مزيان بهذاك الطرشون اللي فيه الخل، وكتسدي ديك القريعه مزيان يعني القريعه خاصها تسد مزيان ما تكونش منفسه ما يكونش كيدخل لها الهواء. بالنسبه لهذاك الخل الدور ديالو انه كيمنع دوك التعفنات وما كيبقاوش دوك البكتيريا اللي كيتصوف لينا مثلا كتلقاي بحال الكونفيتور اولا الفطر اولا اي حاجه كنبغيو نعلبوها كتلقايها مصوفه وكتخسر، غير ما تمسي يعني غير ما يدخلش ليها الهواء تكون القرعه مزيره مزيان وتمسحي هكا بهذاك الخل، فكيبقى عندك الاشهر حتى العام ما كيوقع له والو. بالنسبه من بعد ما كتسالي وكتسدي ديك القريعات كتاخدي واحد البرمه ولا جميله ولا اي حاجه كديري فيها الماء كيغلى، كتاخدي دوك القريعات من بعد ما كتسديهم مزيان كتحطيهم في هذاك الماء يعني كيكون كيغلي كتحطيهم. بالنسبه الا كانت جوج قريعات او اكثر باش ما يكونش هذاك يتهرسوا لك القريعات وما كيتضاربوا بيناتهم، كتاخدي واحد التوب وكديريه بيناتهم في هذاك الماء وكتخليها تقريبا كتغلى فوق العافيه واحد 50 دقيقه. من بعد كتاخديها كتزوليها كتمسحي ديك القريعه من الماء كتحتفظي بهم هكا في الكوزينه يعني ما كيحتاجوا لا ثلاجه لا حتى شي حاجه، كيبقاو كيما قلت لك حتى العام يعني. هذه طريقه زوينه بزاف بدون مواد حافظه، بدل ما تشريو يعني الفطر وكيطلع لكم اقتصادي ورخيص.
كنتمنى الطريقه ديال الفطر تكون مفهومه بالنسبه للاخت اللي سولتني عليه. صافي البنات، انا هنا غادي نسالي كما قلت لكم هاد التفريزات هادو، ومن بعد غادي ندوز غادي نوجد هكا من بعد معجن بطبوط يعني عادي اللي فايت لي تاو بارطاجيتو معكم بزاف د المرات. بالنسبه لهاد البطبوط البنات عجنته بالفارينه لان القمح كان ما لقيناش في الرحبه، فخديت الفارينه حتى هي كيلتها وطحنتها عندهم تما. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش بزاف القمح، واخا هو راه زوين صراحه، رشتو معايا الخبز ديالو بزاف د المرات وبزاف د البنات اللي كانوا كيسولوني. ف الا ما بغيتوش القمح كتقدروا انكم تاخذوا الفارينه ملي كطحنوها كيعزل لكم النخاله بوحدها والفارينه بوحدها، كتجيبوا معكم النخاله وكتستعملوها يعني عادي في الخبز. بالنسبه للفارينه هنا الدور ديالها كيجي الخبز ديالها بيض بزاف يعني بحال الشكل ديال الفورص، ولكن اكيد راها صحيه. وكتقدروا انكم هكا ديروا فيها مره مره شويه ديال النخاله وتعجنوها، كنعرفوا ان النخاله صحيه بزاف خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال المصران. غادي نطيب البطبوط ديالي بالطريقه العاديه اللي كنطيبوا بها هكا البطبوط. غادي ندير شويه ديال الزبده والعسل وغادي نعمر بريد اتاي. غادي بالنسبه لواحد السيده كانت سولتني على اتاي اللي يكون زوين، صراحه كاين بزاف ديال المارك، كل مره كنجرب شي حاجه. كاين حتى هذا ديال اكليد، هذا بالنسبه لهاد 555 او 555، هذا صراحه ديال برا ماشي هنا ديال فرنسا، ولكن بالنسبه لهذا اكليد غتلقاوه في بزاف ديال البلايص زوين. الناس اللي كيعجبو هكا اتاي اللي كتكون يعني كيكون ثقيل وكتكون فيه ديك البنه ولا ديك المروره ديال اتاي. بالنسبه من بعد غادي نسالي البطبوط ديالي، غادي ندوز غادي ندير البنات عشيوه هكا خفيفه. الدراري بغاو لي تاكوس، غادي نوجد لهم هكا لي تاكوس، حتى هما وجدتهم معكم وبارطاجيتهم معكم بزاف ديال المرات. غادي نوجد هكا لي تاكوس بلاداند بالطريقه العاديه ومعهم هكا الانواع ديال لي فروماج، هادو يلا جبتهم من اسواق السلام. وصافي البنات عشيوه اللي هي كما قلت لكم خفيفه. كنتمنى البنات لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم وتكون خفيفة على قلوبكم. نتلاقاو في لا فيديو جاية ان شاء الله، والسلام عليكم.